حمد أبو المجبري اللي انتقل بصفة رسمية بعقد إعارة لمدة موسم، تفاصيل العقد فيها 1.5 مليون يورو. كذلك زاد معشرة انه المليعبي يكون موجود ويكون حاضر في اغلب المباريات اللي باش يلعبها فريق رسمي. نهاية المسلسل انت حنا باع المجبري اللي كسرنا روسنا في الصيفة هذية، وين باش يكور وين باش يمشي. مرة باش يقعد في فريق مانشستر، ومرة باش يمشي إعارة، ومرة بيكي متاع برشلونة دخل على الخط ويريد اللعبة هذية. لكن الحاجة اللي فرحتني في الانتقال انت حنا باع المجبري إلى بيرمينغهام سيتي، انه الكلام اللي كنا حكيناه منذ شهر تقريبا على حنا بعل، ومن اول الناس اللي حكيت وتكلمت على خروج حنا بعل المجبري وبرشا كلام في الوقت هذاك، وقت الملاعبي ما يكونش موجود في الوديات، معناها بلغه اخرى لو الملاعبي هذاك ما عادش عنده بلاصه. كيف زاد اليوم كونفيرماسيون صارت على الكلام اللي كنا حكيناه في الفيديو الاخرين، انه فريق مانشستر كان وضع شروط باش ينجم يفرط في الملاعبي هذايا. الشرط الاولاني انه الملاعبي يقعد في الدوري الانجليزي باش يكتسب خبره وما يخرجش من الدوري الانجليزي. زاد كيف العقد نتاعو يكون فما اتفاق مع النادي اللي باش يمشي له حنا بعل، انه باش يلعب مباريات رسميه وانه باش تتحط عدد المباريات اللي باش يشارك فيهم اساسي. هنايا نشوفوا باش يضمن اكثر وقت للعب، والحاجه هذه باش تعاونوا برشا للمنتخب التونسي انه باش يكون حاضر. ان شاء الله حنا بعد المجبري يتاقلم بسرعه في النادي الجديد نتاعو. كذلك زاد باش نعاودوا نرجعوا نحكيوا الكلام كان حكيه خالد حسني وقت اللي تكلم وقال حنا بعد المجبري منفوخ اعلاميا. نحب نقول له اللي عمره ما كان منفوخ اعلاميا، ولكن فما حاجات خليتنا نحكيوا على الملاعب هذه، وفما حاجات خليتك انك انت بسيف انك تحكي عليه. نشوفه ملاعبي عمره 19 سنة يتم تصعيده الفريق الأول ويكون موجود في التحذيرات، علاش ما نحكيوش على الملاعبي هذي؟ كذلك زادة وقت اللي نشوفه القيمة التسويقية متاع الملاعبي تبلغ 6 مليون يورو، معناها راك تزيد لهنا تأكد انك لازمك تحكي على الملاعبي هذي، خاطر نشوفه في بطولات أخرين ونشوفه في ملاعبية أخرين نجم يكون عنده خبرة أكثر من حنا بعل، لكن القيمة التسويقية متاعه ما تتجاوز حتى المليون يورو. هذيك علاش عودنا رجعنا وحكينا وقعدنا نتكلموا على الملاعبي هذي. إن شاء الله نتمنوا له أنه هو ينجح، ولكن خطوة مهمة زادة كيف كان عملها فريق مانشستر يونايتد انه فرض الملاعبي هذايا وما يخليش انه هو يتعرض للتهميش على خاطر يصير له مسير البرشا ملاعبيه كيما لعبنا الدولي حمزه رفيعه وقت اللي شفنا الملاعبي هذا كيفاش كان في اليوفي ثم انتقل الى فريق اخر وقع التهميش نتاعو ماهوش يلعب وماهوش قاعد يشارك. الحاجه اللي كان عملها فريق مانشستر انه ضمن الحق نتاع المشاركه نتاع حنا بعل على خاطر قاعد يخمم في الاكسترا سبورتيف، على خاطر قاعد يخمم في حنا بعل كبروجي ماهوش ملاعبي كان عنده وحاب يتخلص منه، بعثوا اعاره يلعب ما يلعبش هذيك بالنسبه لي حاجه ما تخصوش. مانيش نشره جويه قاعدين ننقلوا في الاخبار حنا بعل مشي ولا حنا بعل جي، لا بالعكس قاعدين ننتقيوا في الاخبار من مصادر صحيحه وفي نفس الوقت نحاولوا نحكيوا عليها ونحاولوا نبديوا الراي نتاعنا. كذلك انتم زاده ما تنسوش تعطيونا ارائكم في لي كومونتير ونقراوا الاراء نتاعكم. ان شاء الله الملاعب هذه يكونفيرمي مع الفريق الجديد نتاعو على خاطر وقت اللي نشوفوه يتالق ويعدي ماتشات ممتازه باش ترجع بالفائده على المنتخب التونسي. قاعدين توا نحكيوا على ملاعبي ذو اصول تونسيه، لكن الملاعبي هذايا تالق في البطولات الاوروبيه. نحكيو على ملاعبي يبلغ من العمر 18 سنه، الملاعبي هذايا ياسين العياري سجل منذ بدايه الموسم الحالي 4 اهداف. قاعدين نحكيو على ملاعبي يلعب في خط وسط الميدان هجومي، ماناش قاعدين نحكيو على ملاعبي 9 باش يمركي الكم هذا متاع الاهداف، معناها كي تشوف تلقى ملاعبي يلعب خط وسط ميدان هجومي ومركي 4 بونت وتتسمى حاجه باهية وتتسمى حاجة تخليك انك تخمم في الملاعب هذايا. هذيك علاش شفنا المنتخب التونسي وقيادة محمد سليم بن عثمان وكان حكام على الملاعب هذايا وحبوا ينضم الى المنتخب التونسي كيف وكيف حنا بعد الوقت اللي كان في العمر تاع 18 سنة. كيف زاد اليوم نحكيو على ياسين العياري في عمر 18 سنة، ان شاء الله يجي للمنتخب التونسي وينجم يعاون المنتخب التونسي. القيمة التسويقية نتاع الملاعب هذايا تبلغ 0.5 مليون يورو بالرغم من القيمة التسويقية نتاع الملاعب، لكن البداية الممتازة اللي كان بداها خليت برشا عينين عليه، خاصة انه كان في محل متابعة من فريق فياريال، لكن فياريال خذا برشا وقت باش يتبع الملاعبي هذايا. دخول فريق اخر على الخط ونهنا نحكيو على ازيد الكمار، معروف الفريق هذايا خاصة انه ينتقي المواهب الصاعدة ويحاول انه هو يتطور في المستويات نتاعهم، ومن بعد اذا كان ينجح الملاعبي تشوفه في دوريات اخرى وتنجم تشوفه في فرق اخرى كيما لايك. الحاجة هذه تفرح برشا، وان شاء الله نشوفه ياسين العياري موجود مع المنتخب التونسي وعلاش ليه يعاون المنتخب التونسي خاصة في ظل صغر السن نتاعو، وانه ملاعبي عنده مستقبل وطالون باهي علاش ليه نشوفوه في المنتخب.
انه خاصة يمتاز بسرعة، كذلك زاد دقة المراوغة وعنده تسديدات من بعيد خليه في كل مرة يسجل، خاصة وقت اللي تكون اللعبة مسكرة وما عندكش لي سوليسيون انك باش تبني الهجمة، يكون تير كادري من بعيد يماركي هدف. هذه حاجة تحسب للمنتخب التونسي، ان شاء الله يتمكن من غلق الملف هذايا اللي بدا منذ فترة، لكن الملاعبي حاب ياخذ وقته في التفكير. كما نعرفوا الملاعبية مزدوجي الجنسية راهو ديما يخمم في الاكسترا سبورتيف ويخمم في البروجي. توا في الوقت الحالي المنتخب التونسي ما تنجم تفضل عليه حتى منتخب اخر. هكا كان كلامنا على ياسين العياري اللي ان شاء الله يمثل المنتخب التونسي. باش نعديو توا نحكيو على وهبي الخزري. وهبي الخزري كان تألق في مباراة موبيلي الأخيرة اللي فاز فيها بسباعية كاملة. لعبنا الدولي وهبي الخزري كان لعب أساسي وعدى مباراة ممتازة، خاصة وقت اللي نحكيو على أسيست وهدف، حاجة باهية برشا بيناتهم دقيقة. نشوفوا الملاعب هذه قاعد يقدم وحاط في قلبه. بصراحة الحاجة اللي حبيت ننوه عليها ونحكي عليها على الملاعبية التونسة خارج حدود الوطن، تحسهم الملاعبية الكل حاطين في قلوبهم، تحسهم الملاعبية الكل مركزين انهم يحبوا يخدموا على رواحهم في الموسم هذه، على خاطر عندك فرصة كبيرة انك تكون متواجد ضمن التشكيل الأساسي نتاع المنتخب التونسي اللي باش تلعب في كأس العالم، وهكاك تكون العينين عليك وتنجم حتى تغير الفريق وتنجم تمشي من فريق إلى فريق آخر، والقيمة التسويقية نتاعك ترتفع، هذه عم الفائدة على الملاعبي كذلك على المنتخب التونسي. هذيك علاش شفنا عديد الملاعبية قاعدين يتألقوا. نرجعوا نكملوا نحكيوا على وهبي الخزري، ولكن وهبي الخزري اللي كان أصيب في دقيقة 54، الإصابة كانت قوية وخليته يغادر الملعب. إن شاء الله وهبي الخزري يتجاوز الإصابة هذه وما تأثرش على استدعائه للمنتخب التونسي وللتربص نتاع سبتمبر اللي ان شاء الله باش ترافقوا مباراة ودية ضد البرازيل. كذلك زاد مازلنا ما تعرفناش على المنتخب الثاني اللي باش يواجه المنتخب التونسي في التربص هذاك تحذيرا للمونديال. ان شاء الله نشوفوا القادم افضل ملاعبيتنا خارج حدود الوطن. باش نكملوا نحكيوا على ملاعبي كيف زاد كنا حكينا عليه وجدي كشريده. الملاعبي هذايا شنو اللي صار معاه بعد ما رفض انه باش يقعد على دكة البدلاء بعد ما جاء كاندريفا؟ الملاعبي هذايا حاب يخرج من الفريق الايطالي وكان له حتى مفاوضات مع الفريق كبير في العمر اللي جابه باش يلعب في بلاصة كشريدة، رفض انه باش يكون بناك. كشريدة يعرف روحه اذا كان باش يقعد على دكة البدلاء مع الفريق الايطالي ماهوش باش يتمكن باش يمشي في قائمة المنتخب التونسي وباش يعاول عليه جليل القادري، اختار انه باش ينتقل الى فريق اليوناني. هنا باش نحكيه ونقوله بالكشي يكون فيها خير للملاعبي، صحيح ماهوش في نيفو عالي لكن وقت اللي تمشي الفريق يضمنك المشاركة ويضمنك انك تكون موجود في التشكيل الاساسي، هذه حاجة تخليك انك باش تطور من روحك، الحاجة هذه تحسب لك انت انك باش تتألق في قادم المواعيد. وعلاش ليه كنت في ايطاليا تعاود تنجم ترجع الى فريق مخير وتنجم تلقى روحك زادة كيف في دوريات اخرين. ان شاء الله ملاعبيتنا خارج حدود الوطن يتمكنوا انه يوصلوا للزوبجيكتيف نتاعهم. كذلك زاد باش تعديو نحكيو على سكوب على بلال عيفة. بلال عيفة اللي قاعد يمر بفترة صعيبة مع فريق ابها، فما اكليام على قطيعة منتظرة بين الملاعبي وما بين الفريق، فما سكوب على الملاعبي هذه امكانية انتقاله الى دوري نجوم قطر. دوري نجوم قطر نحكيه على نادي السيلية، وفما امكانية كبيرة انه يتحول بلال الى فريق نادي السيلية، وهكيك نشوفوا الملاعبي يخمم في المستقبل نتاعو ولازم يكون موجود ولازم يكون في فريق يضمنه المشاركة الرسمية خاصة قبل نهاية كأس العالم. هكا كان كلامنا، حاولنا نحكيه على حنا بع المجبري نهاية المسلسل بانتقاله إلى فريق بيرمنغهام سيتي. كذلك زاد حكينا على ملاعبيتنا خارج حدود الوطن. هكا كملنا الفيديو نتاعنا، ميرسي بوكو على المشاهدة، شكرا لكم، يعطيكم الصحة، نستنيو التعليقات نتاعكم وما تنساش تنزل لايك. ميرسي مرة أخرى، يعطيكم الصحة، تصبحوا على خير نسكل.